فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعله عاماً جديداً فيه النصر والفتح لأمتنا الإسلامية يا رب العالمين. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وبارك يا ربنا مصرنا العزيزة، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفرج الكرب عن المكروبين، وانصر أهل غزة وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.